قلت واش انتي غتخدمي معانا بهاد هاد عندك صحه باش تخدمي معانا. من نهار دزت عمرني ما شفت شي حاجه زوينه في حياتي، عمرني ما شفت شي حاجه زوينه في حياتي، شي حاجه زوينه في حياتي حتى انا نحس بها بحالي بحال الناس. لا شي اقارب ديولي مثلا كيقول لا بغيت غير كيعرضوا عليا مثلا نمشي لعندهم خاصهم يضربوا بيا الجفاف عاد يعطوني شي مساعده، خاصهم يضربوا بيا الجفاف عاد يعطوني شي مساعده. الطاكسي الاخر كان راكب فيه، كان بغي نركب فيه يقول لك وركبي ولا سيري في حالاتي تبقاي تعكزي عليا، وركبي ولا سيري في حالاتي تبقاي تعكزي عليا. تما شايدي راه كرام، ما عرفت اش نقول هو واقع الحال، تعاني الامرين. شاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في الضل البيضاء، تلقي اتصال من عند الاخت عتيقه من الفئات اللي هما قصور القامه، فيها 1.25 متر، عانات في المجتمع بشكل كبير، هي جد متضمره. حكات لي امور، تبعوا معايا. عتيقه عندك تسعود؟ السلام عليكم خويا يوسف، كي داير لاباس عليك؟ عتيقه عانات معاناه كثيره بزاف، والمجتمع ديالنا حدار، المجتمع ديالنا حدار، يعني قصر القامه. انا من نهار دزت، انا دزت في 1979، من نهار دزت وانا في حياتي شنقول لك، ما عرفتش شنو غنقول. يعني الحياه ديالي ديما انا بغيت انا تكون عندي شي حاجه ديالي نحلم بها، تكون عندي حتى انا طموح، ما عرفتش شنو غندير. يعني اي بلاصه مثلا بغيت نقرا ما قريتش، وين انا من نبش والديا، يعني ما اي باب دقيتو ما تلقاش يد مساعدة، اي باب دقيتو ما تلقاش يد مساعدة. انا ما بنادم اللي كيشوفك كيقول لك واش انت هكا غتخدمي معانا قصيرة القامة، ما تلقاش شي باش غتخدم، باش غنخدم انت؟ انا راه بغيت حوايج نعيش، انا بغيت بزاف الحوايج، انني انا مرضت وما لقيتش فاني دير الاخره باش نشريها. كنعاني بزاف الحوايج، كنبغي نخدم، ما عنديش الصحة باش انا نخدم، اضطريت ندير الميناج. شافني بنادم كيقول لك واش انتي غتخدمي معانا بهاد هاد عندك الصحة باش تخدمي معانا. مثلا شي اقارب ديولي مثلا كيقول لا بغيت غير كيعرضوا عليا مثلا نمشي لعندهم قسم يضربوا بيا الجفاف عاد يعطوني شي مساعدة. اخويا انا شنقول لك، كنعاني بزاف، انا عندي طموح، انا بغيت ندير وليدات، انا بغيت يكون عندي زوج، انا بزاف الحوايج، اشنو غندير مثلا؟ يلاه قولي شنو غندير اخويا. شينا مثلا داك الطاكسي الاخر كنبغي نركب فيه يقول لك وركبي ولا سيري في حالاتي تبقاي تعكزي عليا. تما شنو انا ما غنركبش؟ حتى انا راه بشر، حتى انا يا بشر، انا عندي حق بزاف الحوايج، باغا بزاف الحوايج، شنو غندير اخويا؟ نخرج على انا ما كنبغيش ندير شي حاجه اللي حرم الله سبحانه، انا باغيه الحلال وباغيه نعيش اي حاجه تكون عندي حتى انا طموح ديالي نعيش بها. ما غنعيش اشنو غندير يلا يدولي شنو غادي ندير؟ ما عندي ما ندير. من نهار دزت عمرني ما شفت شي حاجه زوينه في حياتي، شي حاجه زوينه في حياتي حتى انا نحس بها بحالي بحال الناس. لا حنا قصر القامه محقورين بزاف. ما ركبت في الطوبيس ما تلقاش يد مساعده مثلا، شي واحد يطلعك كلشي كيحضرك، يقول لك طلعي ولا هبطي ولا شي حاجه. راه حنا بشر، حنا عندنا حنا كنحسوا بشر، حنا كنحسوا.
شهيدينا الكرام. انا ما عرفت ما نقول، والله ما عرفت اش نقول ليه. هو واقع الحال، تعاني الامرين. ياكي تطبق على هذيك المقوله ديال خالف تعرف الوضع ديالها مخالف شيئا ما. الناس ماشي كلشي، ولكن صعب اننا نستعروا من هاد الناس، انه الدنيا صعيبه، الدنيا هي اختبار في الدنيا، وهي مسكينه كتخوي قلبها وكتعطي المعاناه ديالها. كملي لي اختي، قولي اللي بغيتي انت، ما عندي ما نقول لك انا، اللي عجبك قولي، اللي ضارك خوي قلبك، والراي العام كيتبع وكيسمع وكيشوف. بغيت اخويا غير شي حاجه باش نعيش انا بحالي بحال الناس. واش حنا علاش قصر قامه ديما محقورين؟ كنتعايروا في الزنقه، اي براس سرنا غاده فيها كنتعاير فيها، كنتهار فيها بزاف الحوايج. ما عمرني حتى انا بغيت نكون بحالي بحال الناس. واش انا ما عنديش حق نكون بحالي بحال الناس؟ ما عنديش حق. شكون كيساعدك عاتق؟ شكون شكون يعطيك وانت ما قريتي ما خدامه؟ باش كتعيشي؟ باش ما هاد المساعدة ما عندي تمن شي واحد، كنتساعد مع راسي انا، ما كيساعدني حتى شي واحد. يعني فكرت حاجة قلتي لي با الله يرحمه اللي كان كيساعدني وتيجري في البيبان باش نجيب، يعطوني شي كريمة، يعطوني شي حاجة، قلتي لي تعرضها للنصب، داو ليه حتى فلوسو، داوهم ليه وشي حاجة ما استفد منها مسكين حتى مات. تعرض غير للنصب، كان دائما الطموح ديالو مسكين بغاني تكون انا عندي شي حاجة، تكون عندي مثلا كريمة ديالي نعيش بيها شي حاجه. دائما مسكين، ولاش كان كيتعرض غير للنصب؟ دائما كانوا كينصبوا عليه. واش كانت علاقتك بها عاتي؟ الاب ديالي الله يولي برحمه ماشي اللي كان عندي فيه، اب ديالي فيه، صديق ديالي فيه، كلشي. هو الوحيد اللي كان سندي، هو الوحيد اللي كان في جنبي، والله يولي برحمه ماشي اللي لا جمعيات لا والو عاتي. عمر ما اهتموا بالقصة ديالك؟ ما دقيتي الباب؟ جميع البيبان اخويا دقيتهم، ولتيد المساعدة ما كاين والو. انا الحاجة الوحيدة ما عمرني ما استفدت من شي حاجة، لا من دعم لا من حتى شي حاجة، ما عمرني استفدت منها انا بتاتا. وانا مشيت المقاطعات وجدمت انا عندي حق نستفد من هذيك المعاونة ولا من الدعم، قالوا لي هكا بنفس ديالهم تنستفد وحنا عاد استفديتي، وانا ما عنديش حق، ما عنديش حق. قبل من التصوير قلتي لي كلمه ضرتني، قلتي لي تنبغي نمشي للحمام، تنخمم 3 ايام منين نجيب فلوس الحمام. فلوس الحمام الا بغيتها ما تلقاهاش، 10 دراهم الا بغيتها ما تلقاهاش باش نمشي للحمام، ما تلقاهاش، ما تلقاهاش اخويا، ما تلقاش باش نمشي للحمام. حتى انا كنت شي حاجه شحال من حاجه كنبغيها، ولو ديزا في الزنقه تبغي شي حاجه تشها وما عندكش، كي غدير؟ ما عندكش شنو غادي تمشي تشفر؟ ما عندكش. والله ما عرفت واش غادي نقول لك عاتق، الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، القضاء والقدر كتب عليها الله تعالى انه تعيش. ما عرفتش اش غادي نقول لها والله ما عرفت. يا ربي النداء ديالنا لجل المغاربة، كل من ساهم او ساعد اخت عاتقة اجره محسوم عند الله عز وجل. النداء ديالي الجالية المغربية بشكل خاص وبشكل عام المغاربة، انا غنوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام الدنيا صعيبة، وكما قلت في السابق في احدى الفيديوهات، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة، كتمر من مرحلة عصيبة. دابا هي مرتبكة وقالت لي بزاف، قالت لي الأمنية ديالي ندير عيد الميلاد، قالت لي عمرني شفتو، قالت لي دائما أنا شخصية استثنائية، واش أنا اللي اختاريت يكون فيا 125؟ هذا قضاء وقدر مكتب الله تعالى، والدنيا فايتة، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هي دايزة ولكن توصل لهذا السن من 79 يعني 42 43 سنة وهي تعاني في أبسط شروط العيش الكريم. هنا دور المؤسسات، دور المجتمع المدني، النداء ديالنا لجل المغاربة. سوف أبقى إن شاء الله متتبع القصة ديالها وغادي نتواصل معها.
والله عز وجل هو اللي كيخلص كل من ساعد او ساهم للاسهام في الفرح والسرور هذه الاخت. والله العظيم انا كندوي وانا جد مرتبك لانه كدوي بقلبها وكتعاني الامرين في المجتمع في بعض الفئات اللي كيستعروا من هاد الناس وهي مساله صعيبه. انا ما تنتكلمش على العاميه لان المغاربه كرماء قادرين انهم يغيروا لها الامور من ما هو سلبي لما هو ايجابي وهذا هو ما نطمح اليه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.